دخول ديالو البارح كان احتياطي، دخول ديالو كان موفق، أدى مقابلة لاباس بها مقبولة يعني مقبولة. دونك في المنتخب لازم يبذل المجهودات باش يعاود يولي المستوى ديالو، باسكو المنتخب يسحق اللاعب هدايا، لاعب شاب وعنده مستقبل كبير في المنتخب، وان شاء الله يعاود يولي في نفس يدنا مقابلات كبيره في المنتخب. نعم، في نفس السياق محمد قاسي سعيد مدرب نادي ليل يؤكد بانه احسن لاعب هذا الموسم في نادي ليل هو نبيل بن طالب، يستحق جائزة أحسن لاعب في ناديه، هذه جت من عند المدرب. في حين نبيل بن طالب شفناه الخرجة الأولى والثانية مع المنتخب الوطني، دخول قندوسي كان أحسن من بن طالب. هل تعتقد أنه الآن رانا أمام مشكل كبير تاع لاعبين يبرزوا ربما في النوادي تاعهم لكن لا يقدمون الأداء المطلوب في المنتخب الوطني؟ وهنا نتكلم على هذا الكلام تحسبا لمباريات شهر جوان، لأنه المدرب قال سأشاهد كل العناصر في نواديها وبالتالي كل واحد يبرز في النادي تاعه يستحق المجيء للمنتخب الوطني. هل هذا ما راحش يولي معيار؟ شوف رضوان، نبيل بن طالب كيفاش هو يستعمل في ناديه ليل، هو يستعمل تقريبا يستعمله المدرب 8 حتى رقم 8 او رقم حتى رقم 10 صانع الالعاب، ماهوش يلعب كما في المنتخب سنتينال في المنتخب الجزائري. ودي ما راهش حيكون مشكل اذا كان المدرب بيتكوفيش راح يتنقل ويشوف كاع اللاعبين في الانديه تاعهم، ربما راح ياخذ فكره على اللاعب تاع بن طالب في راح يبدا بالبطوله الوطنيه اولا، راح يشاهد بعض لقاءات البطوله ثم يقوم بدوره في اوروبا. نعطيك معلومه اردوان، وين بيتكوفيتش يعني طلب من لاعب بقرار وحتى بنزيا باش يلتحقوا ببطولات اوروبيه، بطوله قويه في اوروبا، لان اليوم كي تشوف بقرار في الولايات المتحده او بنزيا في اذربيجان ولعب اوروبا ليج، لعب اوروبا ليج نعم. ما لعبش لا تشامبيونز ليج، واذربيجان ماشي روسيا، هذه نعرفوها. هذا طلب من هذا الزوج لاعبين باش يلتحقوا كما قلت لك بانديه كبيره في واحد من دوريات الخمسه في اوروبا. واضح. علي بن شيخ، هل انت مع انه العناصر التي تلتحق بالمنتخب الوطني مهما كان مستوى البعض الاسماء، نعطي مثال الان بنزيا نال البطوله رسميا في اذربيجان وسيشارك العام القادم في رابطه الابطال، لكن البطوله في روسيا في اذربيجان عفوا ستتوقف قريبا، وبالتالي حيكون بدون منافسه منا حتى لشهر جوان، هل مردوده في دوره مارس هذه راح يكون هو المعيار لاستدعائه، ام اذا تبعنا ما قاله المدرب انه كل لاعب يجب ان يبرز في ناديه هذا هو المعيار؟ وش رايك انت، هل هذه تنطبق على اسماء وربما لا تنطبق على بعض الكوادر؟ هذو كلها تنطبق على اسماء ودوترنو تما ماوش يوضح وما سي با كوريكت. المدرب كيقول لازم يلعبوا في لي كلوب تاعهم ويكون عندهم ان طون جو كاع، ولكن هنا يكون عنده مشكل، كاين دي جوار ماندي بار اكزومبل اي شاك فوا يكون رومبلاسون، مش عارف انا غدوه بنزيه ما يلعبش من الجوان، واش تحسبها انت كيفاش تعتبرها؟ تبدا تجي بنزيه على جال الماتش هذا صح لا فورم فيزيك كيفاش؟ فهمني يا دوتر جوار ممكن يلعب من بعد يصبح رومبلاسون، كيفاش دير انت؟ نو سي انا جو بونس كو سو كي اون دوني ساتيسفاكسيون اللي فرحوا ولعبوا وراولوا المستوى تاعهم شكروا يقارديهم ايتون دوني كو ميم يكون رومبلاسون ماهوش مشكل، او رومبلاسون في الكلوب تاعو لا هذا لي كون رومبلاسون، كون رومبلاسون ليسونسيال في الفريق الوطني يكون عنده المستوى تاعو دير دو بون ماتش، وبالك تحتاجه يعني يكون التوظيف تاعو بالصيف عليك بالصيف عليك تحتاجهم ما تنجمش حتى رامي بن سبعين عليه تكون جاي الاصابه لو كان راهو يلعب بصفه يعني منتظمه في النادي ديالو ما راحش تجي هذه الاصابه هذه. لا اصابه تقدر تجي ليغامون وي مي كلو كان بري فيزيكمون كان يقدر يقاوم رضوان، لما ما تلعبش في النادي تاعك راح يعني تضيع كثير. أمين أقصاص كمدافع، هل تعتقد أنه غياب رامي بن سبعيني إلى غاية نهاية الموسم ستكون خسارة للمنتخب الوطني بالنظر للأهداف اللي تلقيناها في دورة مارس هذه وغياب الحلول الكثيرة في منصب وسط الدفاع؟ نعم رضوان، بالطبع خسارة كبيرة للمنتخب الوطني. رامي بن سبعيني من أحسن العناصر في الدفاع في المنتخب الوطني، قيمة ثابتة في المنتخب،
لاعب اللي عنده خبرة كسب خبرة في الميادين. ظننا أنايا في الآونة الأخيرة باش تعاود تلقى لاعب كما رامي بن سبعيني شي صعيب، سيرتو وين اللقاءين الأخيرتين شفنا تلقي خمسة أهداف في مقابلتين، هذا شيء كثير. وأنا خاطر على الدفاع باسكو بالمنظومة هذه اللي نلعبوا بها وبطريقة اللعب شيء صعيب في المستقبل. رضوان دفاعيا يجب أن نجد الحلول من شهر جوان، لاعبين أولا يكون عندك لاعبين قويين في الدفاع وثاني ما نحصلوهاش غير في الدفاع، لازم تكون منظومة حتى المدرب قال لازم المنظومة مام المهاجبين لازم يساهموا في الدفاع بس كل يوم الكرة الحديثة ماشي غير المدافع ليه المدافع للوسط الميدان للمهاجم قاعد يدافعوا دونك منظومة دونك لازم في المستقبل لازم الحل المدرب يلقى الحلول لازم يلقى الحلول. بن ناصر يقول ويصرح عاد إلى اللعب مع نادي ميلان والحمد لله الإصابة لم تكن خطيرة. بن ناصر يقول علينا مساعدة الشبان وعلينا أن نساعد هذا نوفل جينيراسيون لقندوسي لبكرار لعمورة شايبي كل هذو، قال احنا كلاعبين شوية قدماء علينا ان نعطي كل هذه التجربه، هذه مليحه بور ليسبريت جروب. لا بوليسون كادري لي جان هذوما من بعد هذيك راح يلعبوا للفائده تاع الجميع. يعني بن ناصر اليوم بن ناصر انا نحسه باللي خلى يعني فارق كبير في وسط الميدان تاع المنتخب الوطني. ربما تكلمنا على المنظومه الدفاعيه لو كان كان اسماعيل بن ناصر راح تكون تتحسن. وين ما نجمش نشاطركم رضوان انا من المنظومه الدفاعيه في بعض الاحيان يعني تروح تكسر، ولكن دائما صيب هذاك المدافع هذاك المدافع الكبير يخرج يسلك هذيك المنظومه الدفاعيه. اليوم بغياب رامي بن سبعيني وتراجع تاع مندي ما كانش هذا المدافع هذاك الصلب اللي يقول لك انا هنا موجود في قلب الدفاع ما تخافوش يعني هذاك